شكرا سيدة الرئيسة. طبقا المادة 259 من النظام الداخلي والطريقة برمجة الأسئلة، اليوم كنتفاجئوا بطبيعة الحال بغياب قطاع ديال وزارة الداخلية لأنشطة طبيعة الحال كيأثرها النظام الداخلي، وهذا من حق أي وزير طبيعة الحال ملي كيكون شي ظرف طارئ أن يتغيب، ونتفهم الغياب ديال السيدة الوزراء. لكن اللي ما تفهمناش السيدة الرئيسة هو أن من بعد تمت يعني اتصال الفريق على اساس برمجه سؤال في قطاع من القطاعات الحاضره اليوم واللي غادي تكون معنا. اقترحنا عليها السؤال الاول ديال الوظيفه العموميه، رفضات السيده الوزيره باش تجاوب. اقترحنا عليها كذلك سؤال مبرمج من فريق محترم اخر يعني تكون وحده الموضوع، رفضت رفضت التجاوب مع المطلب ديال الفريق. اليوم بغينا نفهموا واش هذا البرلمان اليوم ولا الحكومه اللي كتراقبوا او لا البرلمان الذي يراقب الحكومه. وعيب اليوم بان وزير يقول لك انا ما قدرتش نجاوب على سؤال عام، عيب، لان كفاءه اليوم كتبان من خلال الوزير يتوجه له سؤال وعنده يعني الوقت باش ينوض ويتفاعل مع الاسئله. سيد رئيس الوقت، سيد رئيس الوقت، سيد رئيس خليتكم الوقت. لا سيد رئيس، سيد رئيس سالت نقطه ديال وقت النظام، سالت الوقت ديال نقطه النظام. سيد رئيس من فضلك اسمح لي السيد رئيس، اسمح لي السيد مفهوم المادة 266 مفهوم السيد رئيس. تفضل تفضل سيدي. اليوم سيدة رئيسة في النظام الداخلي حتى حاجة ماكينة في النظام الداخلي اللي كتقول بأن خص الأسئلة تمشي من نهار الخميس، كاين ديال 20 يوم والأسئلة اللي تقدمنا بها تستوفي الشروط ديال 20 يوم. اليوم حنا كفريق سننسحب من الجلسة ولن نشارك في هذه المسرحية التي اليوم الحكومة اللي هي اللي غتبقى تعطينا الأسئلة اللي غادي نطرحوا عليها باش تجاوبنا. شكرا. سؤال عند حسين، الوضعية المادية للأطر التربوية. السيد رئيس. نعم السيد رئيس. سيد رئيس المادة 266 واضحة، حيث تقول في الفقرة الثانية في حالة تغيب عضو الحكومة الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي يشرف عليه يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه أو أحد أعضاء الحكومة، وعند عدم القيام بذلك خيرت النائبة أو النائب المعني بجواب الوزير بين تقديم سؤاله في الجلسة نفسها أو تأجيله إلى جلسة موالية. شكرا. نمر السؤال فتير السيد رئيس فتير. تفضل. أولا طريقة وضع الأسئلة ينظمها النظام الداخلي لمجلس النواب، أنا كتنظم المكتب هو اللي كيدير أسئلة كاين آجال معينة، ثم كذلك أن اسم وزيرة أن رفضت، ما عرفتش كيفاش رفضت من عطات من تقالت أن كاين آجال فيما يخص وضع الأسئلة، وبالتالي لا ماكاينش يدخلوا في هذه التفاصيل، هذه بغات ولا ما بغاتش، كاين قانون، كاين نظام داخلي، خصنا نثبتوا حنا كبرلمان بهذا النظام الداخلي. إلا كان الغياب ديال الوزير فيما كاين الوزير نظرا لإشغال مهمة اللي كاين نشاط ملكي ما فيه نقاش، وبالتالي يمكن لأي وزير الوزير يجيب محله، ولكن لا ماشي نحيد الوزير اللي ما عندوش ونبغضوا في واحد الوزيرة اللي هي ما غير معنية بهذا السؤال لأنها لم تتوصل من طرف المكتب بهذا السؤال. شكرا سيدي الرئيس. المادة واضحة تقول يمكن أن ينيب عنه أحد زملائه من أعضاء الحكومة، وليس فيها أي صيغة للوجوب، يعني أي وزير زميل ليس ملزم أو مجبرا بالإجابة. المادة واضحة. شكرا. نمر للسؤال، سؤال عن تحسين الوضعية المادية للأطر التربوية لمدارس التعليم العتيق لسيدة. نعم سيدي تفضل سيدي تفضل سي بوانو. ما دير السيدة الرئيسة إذا توجهت لك بهذه الطريقة هذه لأنه غير مقبول نهائيا، ملي كتلبوا الرؤساء نقاط النظام كتعطى له. حنا سعداء ان المنتخب المغربي يربح وخصنا نصفقوا له وهذا مزيان. الناحيه الدستوريه السيده الرئيسه كاين الفصل 100 من الدستور كيعطي للحكومه 20 يوم باش تجاوب على الاسئله الشفويه والكتابيه. متفقين؟ حنا عندنا درنا الاقطاب في هذا المجلس. القطب هذا كنخصو يحضر فيه التربيه الوطنيه والداخليه والتعليم العالي والخارجيه والاوقاف الى غير ذلك. متفقين؟ اللي وقع وزير التربيه الوطنيه اعتذر في قطر، قلنا امين راه مع المنتخب ربح دعا معاه الله يجزيه بخير. جوج قلنا احنا الاسئله اللي خصنا نطرحوا على وزير الداخليه، وزير الداخليه عنده الاسئله ديالو ديال التغيب. قلنا الوزراء اللي حاضرين، اسمحي لي السيده الرئيسه في بضع ثواني، الوزراء اللي حاضرين غنطرحوا الاسئله ديالهم، نواجه اسمع السيد الرئيس، نواجه بان هاد الوزراء اللي حاضرين معنا في هذه القاعه رفضوا ان يستجيبوا للدستور، باش يرينا احنا عنده السؤال في 20 يوم يمكن دابا هاد الصباح نطرحوا عليه. انت توقيت السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. من فضلكم نمروا لسؤال، سؤال سؤال مبرمج السيد رئيس، سؤال مبرمج السيد رئيس. نمروا السؤال. تفضل السيد رئيس. تفضل السيد سنتيسي. شكرا سيد الرئيس الله يجازيك بخير. بادئ ذي بدء التسيير بين يديكم. ثانيا نحن نتوجه لرئاسة المجلس لا نتوجه لغيرها. ثالثا في إطار التضامن الحكومي يمكن طبعا، وإذا كان سؤال في حساسية ما يمكن كذلك يتأجل، وهذا احنا متفقين عليه. فقط لنتفق على أن الإخوان من فريق تقدم الاشتراكية غادروا القاعة لأن الدفعة ديالهم معقولة ومفهومة. أرجوكم سيدة الرئيسة أن تتفضلوا بإرسال أحد الإخوان اللي تيساعدكم باش يطلبوا منهم يلتحقوا ويتقدم لهم الاعتذار لأنهم يستحقوا. راه كاينة برمجة، والبرمجة
يجب ان تبقى مضبوطه من جهه ومن جهه اخرى يحضروا معنا السيد وزير العلاقات مع البرلمان، كان بامكانه الاجابه بدل الساده النواب. دابا ما بقينا فهمنا والو، النواب تيحركوا تيجاوبوا. سيد رئيس، السيد وزير طلب الكريمه. لا تفضل سيد الوزير. سيد رئيسه، سيد الساده والسيدات النواب المحترمون، الى 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 سمحتي لي غير تعطيني الوقت الكافي باش نقدر نوضح هذه المساله بالوضوح. واش ما نهضرش؟ واش ما تكلمش عبد الله؟ نخليو السيد الوزير يكمل كلمة ديالو. اسمح لي السيد الرئيس، السيد الرئيس وخليني غير نتكلم السيد الرئيس. الله يكثر خير. اولا شوف سمعنا اسيتو اسي حجيره، خلونا ندويو. توقيت لا ريجي، توقيت السيد الوزير. يلا كيقول السيد الوزير، السيد الوزير المنتدى بيجاوب. اسي مصطفى، سي الابراهيمي، سي الابراهيمي الله يكثر خير، اسمعني الله يكثر خير. اسي الابراهيمي، ما عمر النقاش انت راجل ديمقراطي، ما عمر النقاش ما كان مشكل، ما فيها باس. اسمعني، تكلمتي على الحكومه. شوف النظام لا يمنع ان اتكلم، لا يمنع سي ابراهيم، لا يمنع ان اتكلم، وخليني نتكلم. اسي الحكر، لا يمنع هادشي كتعرفوا، ايوا خليني من تعريف بانه لا يمنع ان اتكلم، وخلونا نهضروا. شكرا، وخلونا نتكلموا. خليني نتكلم، شكون هو انت باش تكون؟ شكرا سيد الوزير. سيد الوزير، سيد الوزير، سيد الوزير، سيد الوزير، سيد الوزير، نفس تفضل سيد الوزير. أعطيونا الصوت. السيدة الرئيسة، البرمجة، برمجة الأسئلة، برمجة آسر إبراهيمي، عيب والله لا عيب. برمجة الأسئلة هي من صلاة، برمجة الأسئلة من صلاحيات مكتب مجلس النواب، والحكومة تجاوبت مع القطاعات التي تم تحديدها. و أنا ما نتكلمش سيد الوزير، ما نتكلم سيد الوزير، سيد الوزير، نرفع الجلسة خمسة دقائق، نرفع الجلسة خمسة دقائق.